والله الدنيا لسه فيها خير. والله يا أخي أنت مثل ملاك الرحمة. أنت بتعرف شو؟ هلأ لصدقت بوجود الملائكة. طيب أنت بتعرف ليش أنا جيت لهون؟ لا، ليش يا ابني ليش؟ لأنه يلي رايح على الغابة لازم يعرف يصطاد. عزيز! لك أهلين، هاي الأسباع جيت لتصيد. بس المشكلة إنه أنا لحمي مر وما بيتاكل. خلي سلاحك بمكانه. طيب ماشي، مثل ما بدك. الناس الأوادم بيتفاهموا بالحكي. بس نحن جايين لنخلص عليك مو لنحكي معك يا فهيم. ورجيني هلا شطارتك يا واطي، كيف بدك تهرب منها؟ 2-1؟ بس هذا مو عدل ابدا. ما شو بدك تعمل يا شبان؟ شو صاير لهم؟ يلا خفوها شوي. يلا ما بعرف، انت كل مره بتقلي نفس الحكي. والله احترف كيف بدي اتعامل معك. لك ايه طلع قدامك؟ لا تصير، لا تصير. نعمة. شو حبيبي رايح بكير؟ ايه والله حبيبتي، لانه اليوم عندي شغل كتير. شو تحسنتي؟ ايه بس لسه نعسانه، بدي نام شوي بعدين بقوم. طيب ريح حالك لكان، الساعه 6 بيجوا باخدك. ماشي، مخبي لك مفاجاه كتير حلوه. اتفقنا؟ طيب مع السلامه، انتبه على حالك. اكيد. محل الحلويات مو كتير بعيد، يعني شو بيصير اذا انا رحت وجبته؟ اها مرحبا، شو اخبارك؟ جبت فطور مشان نفطر انا وياك. صحي دينا، كنت عم اقول لحالي يعني بركي بعد ما اخلص الفطور بنطلع. يا عيني على الحمام غير شكل. عفوا بعتذر، ما كنت بعرف. بخاطركم صار لازم. تعي لهون، وين رايحه؟ يلا ما بدنا نفطر سوا. شيرين جايبة فطور. شايفة منيح اللي ما طلعت لبرا ورحت جبت أكل، هاي رفيقتك جابت لنا إياهم. بس إن شاء الله يكون الأكل طيب.
عمر آغا. مرحبا سميرة خانم. عفوا منصور بالبيت؟ قاعد جوا، نادي لك إله؟ لو سمحتي حابب أحكي معكم بموضوع مهم بخصوص البيت اللي انهدم. تفضل فوت، تفضل. مرحبا منصور. أهلين وسهلين عمر آغا. تفضل تفضل. مرحبا شيرين. أهلين. معقول جايين انتو اتنين بدون ما تقولوا لبعض؟ شو هالصدفة الحلوة؟ لا أنا بعرف، اجيت حتى أخذ شيرين من هون. شيرين خانم عم تسألني عن أرضنا القديمة اللي هون، بدها تعرف إذا بينزرع فيها. قلت لها أنا والله ما بتدخل بهالأمور، لأنه المرحوم عثمان كان يهتم بهالشغلة. مزبوط، قصته بتزعل كتير. طمني عمر آغا، كيفك؟ جاي يسألنا عن البيت اللي انهدم. خلص بعدين بنحكي. شيرين إذا أنت خلصتي خلينا نروح على البيت. لا لا ما بصير، شو هالحكي؟ لسه ما شربنا القهوة. لا والله ما بصير تقوموا. سميرة قومي سوي لنا قهوة. تكرم عيونك. صدقني ما عندنا وقت، خلينا نروح. حياتي منصور بك كان عم يحكي لي عن شغلات مهمة صايرة معه بالماضي. إذا أنت كتير مستعجل روح وأنا فيني إلحقك بعدين. هيك لكان. طيب إذا حكيه كتير مهم خلينا قاعدين عم نسمع سوا، شو رأيك؟ قل لي عمر آغا، ليش عم تسأل عن بيتنا القديم؟ ناوي تعمل شي مكانه؟ بصراحة المقال اللي كاتبينه كتير حلوة عيسى بيك، أنا متأكدة إنه رح تسكت الكل. هاي الطريقة الوحيدة لنخلي العالم تعرف بهي الحادثة اللي صارت بطريقة صح. إيه طبعاً. إعلان المؤسسة تبعكم بيجهز التلاتة، رح يكون بالصفحة الثانية. دايماً إن شاء الله يسلموا إيديكم، القهوة كتير صحة وهنا يا بنتي. عيد ويش الله معكم. مع السلامة. لهلا ما فهمت ليش اجوا هن الاثنين من وش الصبح. اكيد عم يدوروا على ارض منيحه. اه الزراعه كل شيء بالنسبه لعائله اصلان باش. شو عم بتساوي انت؟ ليش اجيتي لهون؟ اصلا انت اللي شو جابك لهون؟ لو ما تفضلت واجيت كنت عرفت شغلات كثيره. شيرين هالشغله هي قلت لك تركيها لي ماشي؟ بتعرفي شو بيصير اذا عرفوا من انت؟ مثل ما عائلتك بتعرف كل شيء، عائلتي كمان الى الحق انها تعرف. لا تخاف، يلي سكت عليك كل هالفترة أكيد ما رح أجي هلأ وأحكي. بعدين فهمني ليش لأتركك تدور لحالك؟ وجهات نظرنا مختلفة كتير. يمكن، بس أنا رح أعمل جهدي إني يكون حيادي. حيادي؟ أي نعم. مستعد تتقبل الموضوع؟ مستعد تسمع إنه جدك كان قاتل مثلا؟ بكفي شيرين، تذكري إنه هذا اللي عم تحكي عنه بيكون جدي. لوين رايحة؟ بدي اخذ سيارتي. تعال اركبي معي. بس انا طريقي مو على طريقك. خلاص بقى صريا، يلا اركبي بالسياره، فضيحه واحده باليوم بتكفينا. يلا اركبي، مو ناقصنا بهدله اكثر من هيك. مرحبا. اهلين. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اهلين وسهلين يا بنتي. شو قال بدك ياني خالي؟ ايه على فكره مريم خانم وشك كثير اصفر، تعي تعي ارتاحي شوي. شكرا. ما في داعي خالي، شكرا. طبعا يا روحي، اللي ما بده ياكل منيح اكيد رح يتعب جسمه هيك. لهيك نحن قعدنا وفكرنا باكثر اكله بتحبيها انت وسوينا لك اياها. شو هي؟ عملتوا لي صينيات ورق بالشفتة. ايه وبما انه حنان خانو ما بتحب ريحتها ما قدرنا نطالع لك اياها لفوق. والله ما بعرف شو بدي لكم. اوه ريحتها بتشهي. ان شاء الله صحة. الله يسلم هالايدين. كلي كلي. ان شاء الله صحة. غير مريم خانم شو بدي؟ ما رح اقدر اكلها. إذا ما أكلت ورحت نمت شوي بتتضايقوا مني شي؟ لا يا حبيبة قلبي، روحي وارتاحي، المهم عنا تكوني مرتاحة ومبسوطة. شو رأيك وصلك لفوق؟ كنت مشتهيتة كثير لهالأكلة. مشان الله ما تزعلوا مني ماشي؟ خلص ولا يهمك. يسلموا إيديك يا رب. روحي ارتاحي. وأنتوا كمان يسلموا إيديك. الله يسلمك. يلا بخاطرك. الله يسلمك. يا ربي كنت مشتهية البراك كثير.
عن جد انت مريضه شيرين؟ شلون عم بتقولي انه جدي قاتل وما عندك اي دليل؟ بس بدي افهم انت شلون عم بتصدقي هيك حكي فاضي صار قبل سنتين شيرين؟ مو انا لحالي، الكل مصدقين هذا الشيء، معناتها هي الحقيقه. فهميني مين هن اللي مصدقين هالشيء؟ مو هون بنحكي جوا. كل شيء لقيته وطلع معي بياكد هذا الشيء، الكل عم يقولوا انه جدك الحاج سفر هو اللي حرض على الجريمه. كرمال الله فهميني مين هن؟ بعدين جدي ما دخله، ليكي كل شيء مكتوب هون بالمحضر. عثمان يعني ابوكي قلع صالح من الشغل، قام انتقم وقتله واخذ له مصاري. شوفي هيك مكتوب قدامك بالمحضر. بس هاي الجريدة ما عم تقول هيك. انت ما بتعرفي انه هاي الجريدة تسكرت لانه بتكتب اخبار كذب وكلها غلط؟ فانا ما بعرف كيف انت عم تصدقي هيك جريدة. بس معلوماتي بتقول غير هيك. اللي بعرفه انه انضغطوا كتير على مدير الجريدة ورئيس التحرير مشان يسكروها. واكيد اللي كان ورا الضغط هو جدي، ها؟ كتير منيح، بصراحة أنا ماني قدران أفهمك، كيف انصدع التفاهات؟ طيب شو رح تقول مشان إبراهيم؟ ومين بيكون إبراهيم؟ إبراهيم هو الشخص اللي كان عم ينفذ له أعماله الوسخة لجدك. في حدا بالدنيا بيعمل جريمة وبيكتبها بدفتر مذكراته؟ تفضلي جاوبيني. بصراحة أنا بالبداية هيك كنت عم أقول لحالي، بس لما رحت شفته وقعدت معه وحكيت. رحتي شفتي وكمان حكيتي معه؟ إيه. وقال لي إنه نفذ عملية رشوة لجدك. شو؟ هلا مو هذا المهم. إبراهيم قال لي إنه كان بيعرف أبي منيح، حكى لي عن شخصيته، قال هو كان الوحيد اللي وقف بوجه الأغا سفر مشان هيك تخلص منه بوقتها. طيب هلا في دليل على كلامك؟ لا بس ما في، صدقيني هذا اسمه حكي فاضي وسرسرة شيرين. أنت بتعرفي منيح إنه هن كم واحد بيتذكروا الشغلات اللي صارت بهديك الفترة. ممكن يكون هذا الرجال بيكره جدي مشان هيك عم بيحكي حكي طالع نازل، ما بعرف ليش، بلكي كان عم بيكذب عليكي. شوي شوي انتبهي، وقفي هون ثانية، لا تفتحي، ثانية واحدة. شو فتح؟ لحظة واحدة، لحظة واحدة. يا ربي خليني فتح. اوب، حابة أعرف كثير شو المفاجأة. وهلا صار فيكي تفتحي. جبتك لناكل، عجبك؟ أنت بتجنن، بتشكرك. شوفي؟ متغيرة كثير. لتكون انزعجت مني؟ لا، كنتي بالمزرعة باردة كثير، مشان هيك استغربت. ايه لا تستغرب علي، وقت شفتني بالمزرعة كنت رايحة بصفتي طالبة عند خليل بيك، لهيك كنت عم اتعامل معك بشكل رسمي قدام الطلاب. عن جد؟ كنت مفكر اني غيرانة. أسيل، ليكي، أنا بصراحة ما عاد فيني اتحمل، بدي اياك تكوني رفيقتي. وخلي الطلاب وأخي خليل وكل الناس تعرف هالشيء اللي بيناتنا. موافقة. عن جد؟ إيه، بس في عندي شرط صغير. مدام هلا أنا صرت رفيقتك، لا بقى تعطيها وش للويز ابدا. صدقيني حبيبتي ما في شيء بيني وبينها. بس انا ما بظن انه لويز هيك عم تفكر، هي معجبه فيك. عن جد ميرسي. مصطفى بيك اتصل زبون وقال انه في عنده عطل بالسيارة. طيب ماشي، لك عم بعت له حدا من الشباب. كلياتهم برا، واذا طلعت انا ما راح يضل حدا بالمحل. شو ساوي؟ خلص روح انت لعنده، انا راح ضل هون بالمحل. طيب. يعني هلا ضروري تفوتي على المحاضرة؟ خلص بعدين بشوفك. طب خلص انا راح استناكي لحتى تطلعي. لا علي، بعدين ما بعرف قديش مدة هالمحاضرة، وكمان انت لازم تروح على الشركة. كان ضروري تذاكريني يعني؟ وقت تطلعي دقي لي حبيبتي. يلا باي. مع السلامة. يلا بسرعة، معي حق احسن ما نتأخر. كيفك علي؟ اهلين، شو اخبارك؟ منيحة، انت كيفك؟ ماشي الحال. شو ما عندك محاضرة؟ لا،
نازلة على السوق، ممكن توصلني؟ طبعا، تفضلي. شو قلتي؟ طلعتي من عندي وبوشك عبيت عمك؟ ايه. يلا احكي لي شو صار معك بسرعة. طيب، بس قبل ما احكي لك بدك تخبريني امتى انت ومعين صرتوا قراب لهالدرجة. خلص شيرين، كنت بدي اقول لك بس ما قدرت، لانه باخر فترة كنت كتير مشغولة ومو فاضي تسمعي حدا، واللي بده يلفت انتباهي لازم يسرق طيارة ويفجرها او هيك شيء، ولهذا السبب ما قدرت خبرك انه انا ومعين رجعنا لبعض. هلا انت على علاقة مع اسيل مو هيك؟ ايه. ليش مو مبين علينا؟ بلا، بصراحة مبين عليكم، بس حبيت اتأكد. لويز شوفي، انا اسف، يمكن انا خليتك تفكري غلط، مشان هيك بدي اعتذر منك. ما فهمت شو قصدك علي، شو يعني؟ انت بنت بتحبي البسط، ولما كنا بهديك الحفلة انبسطنا كتير وقت، بس ما كان بدي اياكي تستلطفيني، لهيك عم اعتذر منك. حابب تعرفي انه انا ما عندي مشاعر خاصة تجاهك، لانه انا مو بس بحبها لأسيل، بموت فيها. مفكر اني معجبة فيك؟ معقول؟ ما كنت عرفانة انك مغرور لهالدرجة. لا لويز، انت اكيد فهمتيني غلط، صدقيني انا. شوف، هالشي كله من تحت راس الست أسيل مو هيك؟ ليك اذا بدك نصيحتي بعد عنا من شان ما تندم، لانه أسيل ما بتناسبك. وانت ليش هيك عم تحكي عنا؟ ها؟ لانه أسيل في عندها تصرفات وقواعد غريبة، والحب معه مستحيل. اصلا الحب بينعاش بكل بساطة، يعني لازم نكون على طبيعتنا. بسيطة، اذا ممكن فيك تنزلني على اليمين؟ شكرا كتير، وانا اسفة لانه قلت لك توصلني الطريقة، ما كان لازم نبقى لوحدنا. يا الله، اكيد انت ما زعلتي مني. بخاطرك. لك ايش وصار لك؟ ايه معين بيك، صار لك زمان ما عم تتواجد فترة الغداء، شو قصتك مع المحامية؟ تفضل قلنا شو آخر أخبارك؟ بصراحة لقائي مع دينا عم يريحني كتير، وعم حاول استمتع بالحياة، وعم اطلع على أقرب رفقاتي وأخذ دروس منهم كمان. نصيحة، خليكن هيك معين، عيشوا كل لحظة حلوة بحياتكن قبل ما تسرقكن مشاكل الحياة. برافو، ماشي بالطريق الصحيح. هاي المرشحتين لرئاسة الجمعية تبعنا، حنان خانوم ورزان خانوم. دقيقة بس، أنا حابة أسحب ترشيحي من انتخابات الجمعية من بعد إذنكن. سبب هالشي هو قناعتي بوجود وحدة رح تقوم بهالمهمة بشكل كتير منيح، هي نور خانوم. شيرين، هلأ أهم شي إنه ما عاد تخبي شي عن عمر. في شغلة ما قلت له ياها لهلأ، أنك عرفتي من فترة أنه داود آغا هو يلي طلع قاتل أمه وأبوه لعمر. لسه لهلأ ما حكيتي له هالشي؟ يا ريتني ما سمعت بكل هالشي أبدا، ما كنت حسيت بالذنب كل هالقد. شيرين، داود مات، فهميني أنت من شو خايفة؟ أنا ما عم بقدر أفهم هالشي، يعني وإذا عرف شو رح يعمل؟ رح يعصب ويتضايق وبس، وبعدين بيهدى لحاله. صدقيني، مو حضرتك قلتي من يومين يا ريتني لو خبرته كل شي من الأول؟ معك حق دينا، انتي لازم كل فترة تذكريني بهالحكي هذا. حبيبتي لازم تنسي كل شي صار معك، خلص هذا الشي صار ماضي. عم فكر بهاي الفترة انه نحن لازم نتوجه للمشاكل العائلية الخاصة ونعطيها اهتمام. طبعا انتو بتعرفوا بهالمشاكل كتير منيح. رزان خانم، إذا حابة تقولي الشيء قولي بوضوح لو سمحتي. رزان خانم قصدها فضيحة مريم أصلان باشي اللي بتكون زوجة مصطفى، فضيحة مالها قليلة وبتأثر على اسم جمعيتنا. عفوا يا جماعة، ممكن تنهوا هالنقاش؟ يعني حسب مهنتي لازم أبقى حيادية بيناتكم، بس هالموضوع ما عم يغيب عن بالي وعم فكر فيه كتير، عن جد لازم نلاقي له حل. نحن يا جماعة لازم نحط بعين الاعتبار هيك نوع من النسوان، وطبعا أنا بقصد مريم أصلان باش، لازم نوقف معها وندعمها. ما لازم نفكر بانه نساويها ماده للانتخابات او مشان نكسب الاصوات، لهيك نحن لازم نتجنب المشاكل العائليه. وبدي منكم تفكروا اليوم بهالموضوع بعمق اكثر لو سمحتوا. شكرا كثير لكم.
حكيت مع شيرين؟ قلت لها شيء بخصوص موضوع الطلاق؟ خليل، برأيك ممكن جدي يكون عاطي لحدا رشوة مشان يوصل اللي بده اياه؟ شو هالحكي اللي عم بسمعه منك؟ لا تقول لي انك مصدق كلامها لشيرين. لا، بس عم بسألك إذا بتعرف شيء عن هذا الموضوع بما انك الكبير. لوين حابب توصل بكلامك عمر؟ والله ما بعرف، بس قريت اسم واحد بدفتر جدي، بتوقع اسمه ابراهيم. خلص عمر مشان الله بكفي. شو عامله فيك شيرين؟ انت كمان صدقت انه جدنا كان يقتل؟ مستحيل خليل، مستحيل. طيب فهمني، لشو عم تسألني كل هالأسئلة عمر؟ بصراحة خليل أنا حابب أثبت عكس الحكي اللي عم تقوله شيرين، وإلا إنه مو جدي اللي قتل عائلة كراكوجاك، وفوق كل هاد ورجيها الدليل كمان. ما عم بفهم ليش مهتم بهالموضوع كل هالقد. مالك مضطر تثبت شي لشيرين، تركها لحالها تعمل شو ما بدها. يا ريت لو فيني أتركها، هي لساتها مرتي. أساسا هي هي المشكلة. عمر فورا طلقها، تركها قبل ما تدمر لك حياتك ومستقبلك. طيب، شكرا خليل على مساعدتك. شرفتوا، اهلا وسهلا. اهلا فيك. شكرا لك، كتير حلو حبيبتي. معناتها كل سنة بنجي أنا وياكي ونحتفل هون. معلش تفضل معي على المخفر. شو؟ لشو المخفر؟ والله في شكوى ضد حضرتك، تفضل إذا بتريد. تفضل. لا لا لا، مستحيل، أكيد أنتم مخربطين. تفضل معنا ونتأكد. ما بتنحل بلا ما تروح؟ إذا ما رحت معه حبيبتي ما رح تنحل. هلا رح أتصل بشار وخليه يبعت واحد منشان يوصلك على البيت. إيه؟ لا أنا بيت مصطفى، أنا رح أروح. خلص ما في داعي، فوتي نقي الأكل أنت، وأنا شوي وبجي، لأني متأكد إنه في غلط. ماشي حبيبي. اهتموا بالمدام. ماشي، تكرم عينا. بشار، انت سمعانا وبتعرف عن واحد اسمه ابراهيم؟ ايه، بيقولوا له ابراهيم المجنون، كان كل فتره سفر اغا يجيبه لعنا لهون على المزرحه. طيب ما بتعرف شو كان عم يطلب منه؟ والله يا اغا ما بعرف، يعني اجى فتره قصيره وبعدين ما عاد بين، يعني بجوز سفر اغا عصب عليه وقلعه. ماشي، فهمت عليك. بدك الصراحه، هاد ابراهيم كانت سمعته مو منيحة ابنه. لا تواخذني يا اغا، يعني هاد زكي هو اللي حاطط الرمل. هاد مصطفى بيك. قالوا نعم مصطفى بيك. عزيز؟ ايه عزيز. روح من هون. وحدي كل هالقد حلوة مثلك، ما لازم تنترك قاعدة لحالها هيك من دور رجال. شو عم تعمل؟ مصطفى هون، احمل حالك ونقلها. مصطفى مو هون، مانو موجود. مصطفى هلأ بالمغفر. تركك بهيك ليلة لأنه في شكوى ضده. شوفي كتير أذاني واشتكيت عليه، بس على فكرة أنا بقدر أسحب الشكوى تبعي أنت ما بدي. لو سمحت السيد عزيز طهران مدعي إنك ضربته اليوم. شو؟ ومعه تقرير من الدكتور كمان. شوفوا انا ما ضربت حدا، وهذا عزيز اللي عم تحكوا عنه اكيد واحد مجنون. طيب معلش تقلي ليش حاطط هذا المشد على ايدك؟ هذا حاطه لاني بلعب رياضه. هو كمان عم بيقول انك قبل بمره ضربته بمحل البسه. انت متاكد؟ عم اقول لك اسحب الشكوى يا واطي احسن لك. إيه لا، هيك كلمة ما حلوة تطلع من تمك. عزيز عم قلك اسحاب الشكوى. مدام مثلك ما حلوة تعصب وتحكي معي بهالطريقة المشرشحة، لازم تهدي. خلص خلاص وروح انهي القصة هلا. طيب، بس بشرط واحد، منضل عم نحكي لحتى تخلص القنينة، واعتبري انه في موعد بيناتنا.
وعم نحتفل بعيد زواجنا أنا وياك. أنت واحد مجنون سمعان، مجنون. لك أنت شو فكر حالك؟ يعني مين أنت لحتى أقعد أشرب معك؟ لازم تنساني فهمان، لازم تنساني. أنا هلأ مو عزيزة تبع أيام زمان، وهذا المشروب خذ اشربه لحالك. شو الموضوع اللي ما عم ينحل؟ فهمني مصطفى بيك ما عم بيلاقي إثبات وين كان موجود الساعة 3. مصطفى أنت وين كنت؟ كنت بصالة السيارات لحالي والشباب طلعوا، ما كان حدا غيري وما عندي سكرتيرة مشان يصدقوني. وهذا المشد اللي بإيدك؟ من شوي قلت لك من لعب الرياضة صارت تجعني إيدي. عمر حكي لك شي كلمة لا تخلوني جن. خلاص وهلأ اللي شو هو المطلوب؟ أنا آسف مضطر وقف مصطفى بيك عنا. صار لازم اتصل بالمحامي. طبعا. محدين روح شعل لي هالضو بسرعة، من غير شي ما عم نشوف حوالينا. أوه. الديكور متغير كأنه مو ضالل شي على حاله. كأنه في حرامي فايت لهون معلم. ولك أجدب، لك شو عم تقول لي حرامي فايت؟ قول صاير هون حرب. أغا في دم تحتك على الأرض. وقف شوي، مسك التليفون، دق طلب لي مجيد فورا، بركي بيفهمنا، واسأله شو صاير. ألو. الله يستر. كأننا خلص نحل إن شاء الله. تأخرت كثير. خير شو صاير معك؟ احكي لنا. روق شوي هلا بحكي لك. انت كيفك هلا؟ انا منيح. وين مريم؟ رجعت شي؟ ايه موجودة بغرفتها. بعدين بنحكي. خلونا نفوت. فضل. علي لك ابني فوق ما فتحنا لكم مكتب ودوكرنا لكم يا تفرج شو عملتوا. والله صار المكان مثل المزبلة، شايف؟ الدواب بتقرف تقعد فيه. بصراحة هذا عزيز. سكوت. يا أغا أنا ما كنت حابب أحكي لك، بس ما دامك شفت رح أحكي. أحكي. من كم يوم وأنا جاي لهون سمعت صوت ضجة، وبعدها فتحت الباب شفت عزيز جوا وكان لحاله بالمكتب. ما بعرف شو كان صاير له، كان مثل المجنون وقاعد عم يضرب حاله. وضل على هالحالة اللي تعبى وشه دم، ووقت شفته عن جد خفت منه. وإذا ما شفته بعينك مستحيل تصدق. وبدون ما يحس حملت حالي ورحت. هذا الرجال عم يلعب بدمه. شو؟ وأنا برأيي بده يبلي مصطفى. يا أخا كان عم يتصرف ويضرب حاله مثل المجنون. بينه، لأنه هو أصلاً ضرب حاله وبعدها بده يروح يفتري عليه. والله يا أخا أنا ما عم بفهم عليك أي شيء. صدقني أنت لو شايفه مستحيل مستحيل واحد يعمل بحاله هيك. لك ابني أنت ليش ما بتشغل مخك؟ ليك لازم تستوعب، أنا متأكد أنه عزيز ما رح يساوي بحاله هيك إلا إذا كان عم يفكر بشي لعبة وبده يلعبها.
وبتشوف. أنا بس بدي أفهم هذا الحقير بأنواعين بيجي لعندك يعني. هو غايته بس إنه يضايقنا بعيد زواجنا. وما كان متوقع إني كب عليه الكاسة. هالغبيات. تاركي قوية ومو قليلة. اليوم لحتى أتأكد من هالشي. مصطفى والله ما عاد قدر أتحمل شوفه بنوب مرة تانية. طيب لكن حذري شو جايب لك؟ شو؟ أرجيني. هاي الهدية لمريم حبيبة قلبي. هاي هدية عيد زواجنا. ما لازم تتضايقي يا مريم أبدا ولا يهمك شي. مريومتي حبيت الفراشة؟ بكره أنا رايح أشوف هذا الرجال اللي حكيتي لي عنه. مين؟ إبراهيم يعني؟ وشو رح تساوي؟ رح تعطي مصاري مشان يسكت؟ احكي منيح معي. بكره بورجيكي انه هذا الرجال واحد كذاب. وانك كنتي غلطانه وماشي ورا حكي العالم الفاضي. اكيد انت ما شكيت ولا للحظه ما؟ ومستحيل تفكر انه جدك كان قاتل. طبعا مستحيل. انا حكيت مع بشار مشان هالموضوع وقال لي ابراهيم واحد مجنون. وما حكى عنه ولا كلمه منيحه. وعم شك انه يكون حاقد علينا. مشان هيك هو عم بفتري على جدي. بكره بدي اروح معك. مستحيل. هلا هون لازم يكون في مفرق، ما هيك عمر؟ شو بيعرفني؟ مو حافظ الطريق. انت ما قلتي لي انك جاي لهون من قبل؟ طلبتيني مريم خانو؟ ايه بدي اياك توصلني لعند مصطفى، طبعا اذا ما عندك شغل هلا. ايه تكرم عينك، استنيني دقيقتين، بس لجيب السيارة ما بتأخر. ماشي، تسلموا ايديك. أنا رايح أسأل عنه وأرجع. أنا جاي معك. تعي. يحيى بدي عزمك توقف شوي هون. إيه طبعاً. عندي شغلة صغيرة بساويها وبيجي فوراً. إيه تكرمي يا خارو. ليكو هذا هو. انت متأكدة؟ مرحبا. مرحبا، ما تذكرتني؟ ليك انا على زمان جدك ساويت كم شغله بس مشان الاغا سفر. بس كمان هذا كان اتفاق بيني وبينه. هلا شو بدكم مني؟ انا ما عم بفهم. انت ساويت شيء تاني مشان جدي؟ لا، بس شغله الرشوه، وهالشي حكيته للبنت لما اجت لهم. وقتها حكينا شغلات تانية كمان، بتتذكر؟ لا ما بتذكر.
بس انا بتذكر انه حكينا عن جريمه كاركوجاك، وقلت لي وقتها انه بجوز يكون حار سفر هو اللي مخطط له ومساويها. انا ما حكيت لك هالحكي. طب عفوا، فيك تفهمني شو قلت لي؟ كل اللي قلت لك يا سمعته من العالم. قلت لي انه الحار سفر طلب الاراضي تبع عثمان كاركوجاك، ولما ما رضى يعطيها الحار سفر قتله، وبعدين اشترى كل الاراضي حتى اللي ضلت لمنصور اخوه. كل اللي بالقهوه بيعرفوا هالقصه، حتى هذا المجنون بيعرفها. اصلا العالم روح قلبهم يحكوا بهيك مواضيع، هن من الملل بيألفوا هيك قصص وشوي شوي تنتشر وبعدين بيصدقوها. شلون يعني؟ هلا الحاج سفر ما كان بده الاراضي؟ بلا بده اياهم، بس الحاج سفر طلبها واغوات تانيين كمان طلبوها، الله اعلم. بس العالم اللي هون ما بيعرفوا منيح للحاج سفر، من شان هيك ما بيجيبوا سيرته الا بالعاطل. ومثل ما فهمتكم العالم يلي هون كتير للتاتين، بس انا بعرفه منيح لسفر اغا، والرجال كتير منيح. مو بكفي شيرين؟ لا. ما بعرف يا نورهان، يعني بركي بتبين معنى القصة. ان شاء الله. ما بعرف والله، هيك الظاهر ستي هلا ببين معنى كل شيء. عرفتي كيف؟ ايه معك حق. يا جماعة النتائج صارت جاهزة. بالله؟ نور خانم 34 صوت. ايوه. حنان خانم 41 صوت. شفتي؟ ما قلت لك حنان خانم؟ ان شاء الله مبروك حنان خانم. ان شاء الله الف مبروك. الف مبروك. كنت عرفانة مين بدك غيرك؟ بتعرفوا لهذا الرجال؟ لا ما بعرفه. طلع عليه منيح. شو يعني لازم اعرفه؟ بحياتي كلها ما شفته. هذا هو اللي عمل جريمة كاركوجاك. اذا شايفه عند الحاج سفر بترجاك تحكي. لا تواخذيني بنتي، بلشت اتضايق منك. ها عن اذنكم. يلا خلينا نمشي. يلا. مريم خانم، أنا هلأ رح نادي لدكتور تاني مشان يجي يشوفك. طيب. هاي أمي. ألو أمي؟ إيه منيحة، أنت كيفك؟ لا والله أنا وعمر طلعنا مشوار. إيه هو منيح منيح. هاتيها. ليكي أمي هو جنبي بده يحكي معك. أهلا وسهلا مدام، كيفك؟ أنا منيح، كله تمام. إيه والشغل كمان منيح، إن شاء الله بنلتقى بأقرب وقت. خاطري، الله معك، مع السلامة. شيرين لوين رايحة؟ ما بعرف. شوفي هدي شوي. شكرا. شو عم تحكي حنان خانم؟ يلا بخاطر. الله معك. لانا ماني عارفانة شو بدي اقول لك، بس شكرا كثير. ليش عم تشكريني؟ على اللي عملتيه. حكيك باجتماع مبارح غير كتير شغلات، ولو ما عملتي هيك اكيد ما كنت نجحت. انتي فهماني غلط يا حنان خانم، انا ما عملت شي مشان تنجحي حضرتك بالانتخابات. يلي عملته انا حاولت ساعد العالم اللي مثل مريم خانم مشان حافظ على الجمعية، وبهالشكل بكون انا اكدت على مبادئ الجمعية اللي عم نشتغل فيها. صحيح ممكن يكون كلامي ساعد بانك تنجحي للمرة التانية، بس صدقيني انا مو قاصدتك. بعد اذنك. مصطفى شو هذا اللي حامله بإيدك؟ أنا ما عاد أمشي من دون هذا المسدس أبدا. طالما عزيز عايش لازم ضل حامله. مصطفى
شيرين فهميني لوين رايحين. لك ما بعرف. لك انا وراي شغل، شيرين لازم روح على الشركه وانا ما فيني اتاخر، بدنا نضل ماشيين ولا هالمجنون. خلص خلص شكلنا وصلنا. اوعي فايتي. ماشي والله هالمره بدها تجنني. مصطفى ما لازم تحمل هاد معك، بركي قوصته، شو بعمل بحالي؟ إذا اضطريت بقوص. إذا بتريد مصطفى لا تحمله، أنا ما بحب شوفك حامل سلاح. يا مريم يعني مالك شايف اللي عم يصير معنا؟ شو منضل قاعدين هيك وعم نتفرج على هذا الواطي؟ إيه هيك، خلينا عم نتفرج. بتعرف إني ما عم صدق اللي عم بسمعه؟ أنا عم بحميك حبيبي مشان ابننا اللي جاي. أنا ما كنت حابة خبرك هلأ، أنا حامل. عمر شوف. هاد القاتل يلي سوى الجريمة بلا هذا هو، مشان هيك جابنا لهون. بابا بابا مين انتو؟ امي. عملكن مين انتو؟